اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقه جديده من عالم توم وجيري. النهارده هنلعب جي تي اي ودلوقتي يلا بينا نبدا. النهارده يوم جميل، عندي مهمه يبدو انها تكون كويسه، اتمنى يعني، بس انا عايزه ايه العب كده شويه واتنطط وايه ونشط نفسي كده قبل ما اخش عليها، اصل هي من الاخر مهمه صعبه. وقعت على الخضار الفظيع ده، يا سلام، شايفين الرشاقه بتاعتي؟ مجري شوية كده والعب. واو، موتوسيكلي جاهز. يلا. نطة فظيعة. يا بس انا زهقان لوحدي، عايزة اقابل حد من اصحابي، مش عارف اعمل ايه. يلا معلش هلعب شوية كده واكيد هقابلهم في سكتي. يا لهوي، دماغي ظهري. الحمد لله بقيت كويس. ما بس سبايدر مان بعرف اطير برضو. انا بطير زي العصافير. يا سلام، يا الشمس حرقتني في دماغي. لا انا عايز انزل بسرعه، حد يساعدني، نزلوني، الخيوط مسكاني جامد. ايوه وصلت المهمه. احنا هنموتكم. احنا انا جيت. انت بتعمل ايه؟ انا جيت. ايوه انقذنا يا سبايدر مان. انا جيت انقذكم كلكم. وسعي عروسه، وسعي انت يا لعبه الحبار، انت ده انت بتقعدي ترتشي علينا حاجات سموم. وسعي. سموم مين ده؟ ليزر او طلقات بمعنى اصح. انا هموتكم دلوقتي يا عرايس يا لابسين جيبات. ده مدلوق عليكم عدس. عدس ده لون هدومنا وحش، لون عدس وحش جدا. مش هدومنا، علشان احنا روبوتات فاحنا مش لابسين حاجه. انا هنقذ شكل جسمنا. انا هنقذ الناس منك. قصدك منكم قصدي. ايوه انت بتعرفيش انا سبايدر مان ولا ايه؟ يعني مين ما يعرفكش بالذمة؟ يا لهوي انا باين عليا مش هقدر انقذ أيوة الناس دلوقتي. يا زعيمة موتي. لا انا مش هقدر. انا عايزة اتصرف دلوقتي، انا عايزة الحق نفسي بسرعة. طب والناس؟ فين شبكاتك يا سبايدر مان انت؟ يا ربي يا عنكبوت انت. انا مش عارفة اتصرف، طب اعمل ايه؟ انا لازم اشوف اصحابي. انقذنا. انا هحاول انقذكم صدقوني، بس انا عايزة اشوف اصحابي عشان ينقذوكم. انا مش عارف لوحدي. السبع عرايس دول كتير قوي، انا مش عارف. لا. وبعدين قول باي. لا انا هشوف حل دلوقتي بسرعه. يا تمشي يا تقول باي. لا مش هقول باي ومش همشي، انا هحاول انقذهم. انا هشوف خطه سريعه كده لانقاذهم. اما نشوف. هتشوفي دلوقتي. يلا بسرعه يا سبايدر مان، يلا بسرعه جمع اصحابك عشان يساعدوك. لازم الاقيهم. هم فين؟ دماغي. يلا فوق بسرعه، فوق. لازم بسرعه الحق. طب وبعدين؟ انا مش لاقيهم. معلش انا هلحق نفسي. لا ما تاخدهاش، بس تاخدهاش. بص يا راجل، انا محتاج العربيه دي بسرعه، محتاجها. يلا بسرعه. لازم اقابل اصحابي، انا عايزه انقذ الناس. الناس هتموت، العرايس هتموتهم. يا لهوي انا حتى مش عارف اسوق، انا بحاول اطير. يلا بسرعه. انقذ نفسك عشان تنقذ الناس، لو مت مش هتعرف تنقذ حد. بسرعه، العربيه دي مش مشحونه ولا ايه؟ يا لهوي انا وقعت بالعربيه. وبطير اسهل احسن، اطير اسرع عشان اوصل لاصحابي بسرعه. يلا يا سبايدر مان، يلا يا في مالك كده، انت تعبان ولا ايه؟ الحق نفسك. بخر دم دماغي يا ظهري. ايوه انا متهيألي هلاقيهم في الحتة دي، هحاول ادور. يلا بسرعة، هما فين؟ انا تعبت قوي، انا كده مش هلحق انقذ الناس. ما شفتوش اصحابي. طب انا عايز الاقيهم، العروسة بتاعت الحبار هتموتهم. طب وبعدين؟ ساعدوني. هو ردنا الياء، حد يساعدني. طب وبعدين؟ اهم. يوم جميل جدا، اخيرا يوم من غير مشاكل، احنا حرين يا جيري صح؟ احتمال.
بس انا قلقان شويه لحسن نتفاجئ لان سبايدر مان كان قايل ان هو هيجيلنا. عندنا وقت ان احنا ناكل جبنه، ما تخافش. جبنه ايه؟ بقول لك سبايدر مان كان قايل هيجيلنا، يبقى في مهمه اهو اهو واقف مستنينا. طب بص ابقى كل شويه جبنه، انا حاطط لك شويه في العربيه. اصحابي اصحابي اخيرا لقيتك يا توم وانت وجيري، الحقوني انا عايزك في مهمه جامده قوي. عايزنا في ايه؟ احنا زهقنا بقى، انا عايزه اسافر بصراحه. لا لا لا، بص العروسه بتاعت لعبه الحبار قبض على شويه ناس وموتتهم. احنا كم مره احنا حاربناها بالهبل وموتت ناس منهم كتير. طب احنا عايزين نلحق ننقذ بقيه الناس، يلا بسرعه. انا مش عايز، انا زهقت. ما تزقنيش. لا 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 ارجوك ارجوك، زقني في وشي. هتقدروا تساعدوني ولا لا؟ هنساعدك بس احنا كل شويه، يعني اي مشكله احنا اللي لازم نحلها. معلش يعني هو انت بطل خارق انت ولا ايه؟ ما انا رحت وحاولت، دول سبع عرايس، انا معرفتش انقذ الناس وموتت ناس منهم كتير. ده انا يا دوبك نلحق بقيه الناس. حاضر يلا بقى، حاولوا تساعدوني، حاولوا تساعدوني بسرعه. تعالى يا جيري، ما عندناش وقت للجبنه. مفيش جبنه دلوقتي يا توم، يلا بسرعه عايزين نلحق ننقذ الناس الغلابه دي. يلا انت غلابه مين يا جيري؟ انت بتعمل ايه يا جيري؟ ده احنا في كل مهمه يمكن بنموت نص البلد او حاجه كده. يلا يا توم نركب بسرعه الطياره اهو. يلا فين ما تخافش، في جبنه جواها. ما تخافش. وفين جيري وفين سبايدر مان؟ ما انتوا جايين. هما فين؟ انا مش شايفهم. ما انتوا جايين. ايوه انا جيت اهو. صح، ازيك، انا جيت. هي مش هناكل، احنا عندنا لا. مهمه بصراحه. جيري كان جعان. طب بصراحه انا مش هنقدر نعمل المهمه دي لوحدينا، فيها لازم حد يساعدنا بصراحه كده. جيري انا عايزه اقول حاجه، احنا كل اللي احنا بنعمله في المهام نجيب لهم شويه ناس تانيين. معلش خبراء بس. معلش أكثر. لازم نجيب لهم حد يساعدنا ان المهمه دي صعبه جدا. يلا بسرعه بقى، هنجيب لهم مين؟ هو احنا موتنا العرايس دول كذا مره، يعني هنموتهم امتى؟ يا توم هتجيب لنا مين؟ هتجيب لنا مين يساعدنا؟ عائله هولك. اوكي ده كويسين قوي دول. يلا انا مستني. هو فين؟ انت بتدور عليه ولا ايه؟ ايوه مش المفروض ده هنا، كان عايز يدمر الجبل ده. ما اعرفش. لا لا مش وقته تدمر. اهم 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 مش وقته تدمر الجبل. حان وقت تدمير الجبل. لا 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 بصي، ما لا لا مش وقته دلوقتي تدمير الجبل، احنا عندنا مهمة. منزل بعربيتي، تعالوا يا فريقي. ايوه ما تركبوا يا بطأ انتوا. وبعدين بقى هما فين؟ ما احنا جايبين هما. سامعينكم، انا زهقت من المشاكل. والعربيه دي هتكفيكوا؟ ايوه ما احنا دخلنا كلها الهليكوبتر. الطياره احنا جبناها بالافات. عايزين ايه؟ ها ايوه ها عايزين ايه؟ عايزين منك تساعدنا في مهمه. ليه بتدوسني؟ حرام عليك حرام عليك. انا مش طايقك بصراحه. معلش العروسه هتموت الناس وموتت ناس منهم كتير وهتموت الباقي، يلا نلحقهم بسرعه. ايه مالها باربي؟ باربي بتموت. باربي ايه؟ بقول لك العروسه بتاعت الحبار. الدور سبعه هو احنا موتناها كم مره بالذمه؟ ما هم مدلوق عليهم عدس اصفر فمش دريانين. كان زمانهم باظوا. لا هم حمضوا بس. ايه حاضر يلا بسرعه تعالوا. يلا ملكات انتوا تعالوا. ايه ده ملكات مين؟ ايه ده انت ملونين؟ انتوا مدلوق عليكم ايه؟ دهنتوا نفسكوا الوان ولا احنا ايه؟ لما بنتعصب يبقى شكلنا ايه ده؟ جيري تعالى ندمرهم. ايوه نرفع عن نفسينا كده. ايه العربيه دي؟ انتوا راكبين عربيه نقل؟ ايوه احنا بنحب نموت. جيري انا عايز اقول لك حاجه، احنا ادينا اهو احنا بننقذ ناس واحنا بنموت نص البلد في مهمه واحده. وايه العربيه دي؟ ده عربيه نقل بضايع دي. انتوا هتدوس الناس ولا انت هتموتوا الناس قبل ما نروح؟ ده احنا على بال ما يلا العربيه بتاعتكم بطيئه، الناس هتموت. انا وجيري بنحب نرفع نفسينا كده ونعمل ايا كان اللي احنا عايزينه. انا نفسي في الجبنه. يا لهوي سبايك هيموتني. مش وقته. انا بوظت عربيته بتاعت الهوت دوج. مش وقته دلوقتي، معلش نبقى نصلحها له بعدين في المهمه الجايه ان شاء الله. يلا هبقى اعمل ريستارت اللعبه واهو كل حاجه تمام. تمام يلا بسرعة بقى، مدوا شوية العربية دي. ومين اللي سايق؟ توم. توم أيوة. يلا يا توم. يا جيري يلا يا توم سوق بسرعة. هو وصلنا. ها أيوة. عايزين ايه؟ ها انا زهقت منكم. ها ايه ده؟ ايه ده اللي حصل؟ الناس
الناس الناس كلها ماتت. ماتوا؟ في شوية عايشين مودوا اهو. ها ها مش ما كان معاك مسدس صح؟ ايه ده هولك بيطلع قوة خارقة. بيطلع قوة خارقة. الناس ماتت. موت العرايس بقى بسرعة. انا متضايق او عشان انا ما لحقتش انقذ الناس. ايه ده العرايس طب انا عندي سؤال. ايه ده مش طالقة المفروض تبوظ العروسة؟ دول بيدلدقوا عدس اصفر لما بينفجروا. يا لهوي لا العدس الاصفر لا اهو بيطلع منهم. جيري هيعيط دلوقتي. ده العدس اللي بالجبنة بتاعه. يا لهوي معلش بس دلوقتي بقى في عندنا جبنة بالهبل. احنا عندنا اكتر جبنة في ما في عدس. العدس اتحرق دلوقتي من النار. يا لهوي. وبعدين لحظة كده الراحة. موتهم كلهم كلهم هتموتوا. شكرا لقوتك يا عم هولك. الشاشة بتتهز. مضايقاني معصباني. ما انت بتهزها معاهم تعرف كده. ايوة طارت فوق. ده مش انت هولك. انت ليه بتستعمل مسدس؟ ده افوكادو مش هولك. افوكادو؟ ايوة. شكرا ان انت بتعصبه اكتر عشان نعرف نموتهم بسرعة. انا عايز ايه ده بيطلع منها اسماك قرش. ايوة بيطلع منها اسماك قرش. طب ايه ده ما تموت العروسة دي. اشمعنى دي مش بتموت؟ علشان دي يا سبايدر مان الاساسية فدي اقوى واحدة من نوم. مش هتموتني وانا اقدر اعيشهم كلهم تاني. مش كفاية الناس اللي ماتت. طب هو انا همي ما اقدرش اعيشهم لكن اقدر اعيش دول. علشان في مصنع عرايس. مصنع عرايس. طب احنا كده يا جيري عرفنا المصدر بس نعمل ايه دلوقتي؟ مش هنعمل حاجة. انا متضايق او عشان معرفتش انقذ الناس. خلاص موتناهم. انا مش عارف. تستحق كل ده. بحب ازقهم كده. يلا مش مشكلة يمكن تنزل عدس اصفر ولا حاجة. يا لهوي يا جيري بص انا مليان دم ازاي. يا خبر ابيض. يا لهوي هو ايه انت عم هولك انت بتتأكد ان هي ماتت ولا انت بتحب تتلذذ بالدم بتاعها؟ لا ده مش بتنزل دم. دي بتنزل عدس اصفر. لا دي بتنزل اسلاك علشان دي روبوت. وانت بينزل منك افوكادو اهو. شايف افوكادو مين؟ انا مش بنزل افوكادو. شكلك كده. ده حبال عشان بنطلوني اتقطع لما بتحول لكده. شايف مبسوط بالنصر. يا لهوي احنا نعمل ايه بالمكان ده بقى؟ ده اتدمر. ما تخافش احنا بندمر حاجة وفي الاخر ما بنعملش حاجة. ايوة احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين ننقذ اي حد من العرايس دي. جبنا احتفال. لا العرايس دي بهدلت الناس قوي وانا زعلان جدا ان انا معرفتش انقذهم وانت كمان معرفتش تنقذ الناس على بال ما جينا كانوا ماتوا. ايوة ما تخافش ما احنا بنقعد نص البلد واحنا ايه ده جيري انت ما بقاش فيك دم ازاي؟ ايوة الحمد لله انا مبسوط. بس احنا عايزين نطلع من هنا. دعكت نفسك بالجبنة. انا عارف انت بتدعك نفسك بالجبنة عشان نفس لونك. انا مش عايز اقعد هنا. انا مش متضايق قوي يا توم. عايز اخرج. توم بلاش السلاح ده. انت ايوه تعال نروح مطعم الجبنة اللي انت عامله ده اوكي عشان ناكل. انا جوعت. اوكي انا موافق دلوقتي. باي يا اصحابي. ربي يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مزيد من فيديوهاتنا. باي. خلصنا.